يعني السؤال من الذي لا يستغل الأيديولوجيا في السياسة؟ سواء كان الذين يستغلون المناطقية، والذين يستغلون الحزبية، والذين يستغلون القومية، والذين يستغلون الجنس أنوثة وذكورة، والذين يستغلون، وكل هؤلاء لهم كوتات في المجالس وفي الإدارات وفي، إلا المسلم إذا يعني إذا حمل إسلامه وحمل هم دينه يقال له أنت تستخدم الدين في السياسة. المسلم الذي يريد تثبيت الإسلام في نفوس الناس ويريد حماية المجتمع وفق نظرة الإسلام للحماية يقال أنت تستغل الدين للمآرب السياسية. أما إذا العلماني استغل علمانيته لتثبيت مبادئ تهدم المجتمع وتناقض قيم المجتمع وعاداته وتقاليده وتريد جر المجتمع إلى تقليد الغرب وإلى كل هذا لا إشكال فيه، إلا المسلم إذا بنى النظرة الإسلامية في حياة الناس يقال له أنت تستغل الدين وتدخل الدين في السياسة وتريد استخدام الدين للوصول إلى مآربك. يعني حقيقة هذا ربما لا نجعل الآن ثنائية إسلامي وعلماني، ربما مسلم سياسي وآخر أيضا مسلم سياسي، ولكن أحدهما يعني الفتوى تؤيده وتؤيد عمله وتوافقه، والآخر تحكم بحرمته، فهو يقول لك أن هنا لا علاقة بالفتوى بالعمل السياسي وأنت تجعل لعملك نوع من القداسة. يعني دائما نحن نقول كما قدمنا مرارا الفتوى تشكل المرجعية العليا. نعم. ومن المناسب لمقام الإفتاء ألا يتدخل في تفاصيل السياسة بمفهومها اليومي الإجرائي، هل تتحالف مع فلان أم لا، هل يكون هذا الحزب هو الذي يعني مقام الإفتاء يؤيده كذا، يعني هذا في الحقيقة أنسب لمقام الإفتاء. لكن مع ذلك نقول إذا كان هناك عمل منضبط ملتزم فعلا هو ما يريده الإسلام من الإنسان، هذا بكل تأكيد واجب على المرجعية أن تؤيده. وإذا كان هذا فيه تدخل في السياسة فنقول الأحزاب المارونية في لبنان تؤيدها البطريركية ويؤيدها الكذا، والأحزاب اليمينية في فرنسا يؤيدها البابا، والأحزاب الكذا تقيم دولة وكل هذا. طيب جعل دكتور جعل فقط الإفتاء هو الجريمة إذا أيد حزبا أو إذا وقف مع مجموعة وهذه المجموعة منضبطة، جعل هذه جريمة، هذا في الحقيقة تناقض في حياة السياسي الذي لا يقرأ السياسة العالمية. طيب.